سبحان الله العظيم، من الكلمات التي لا أنساها أبدا أبدا، والتي علمها لي واحد مش داعية ولا 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 واحد من أساتذتنا في 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 كلية الطب، علمني كلمة خطيرة والله يا إخواني خطيرة، رغم أنه رجل شكله بسيط، قال لي يا ابني إذا كان المنع من عند الله فهو قمة العطاء، لو اللي منعها عنك ربنا اعرف انه منحها عنك لانه عين لك اللي اعظم منها الف مرة، اعرف دي وايقن بدي، اعرف دي كويس. منع عن موسى المرابع، حرمنا عليه المرابع عشان يوديه قصر فرعون ويرجعه لامه، ودى الفرعون الجيش عشان يهلكوا وسطه في البحر الاحمر. ما اذا كان المنع من عند الله فهو قمة العطاء، اوعى تزعل ان ربنا منع عنك حاجة، هتعرف بعد شوية انها كانت قمة الخير ليك، وانها كانت قمة العطاء ليك، وانها كانت قمة لطف الله سبحانه وتعالى بيك. الله لطيف. فلما افاق قال سبحانك، فلما افاق، عايزين نفوق، عايزين واحنا في غيبوبة مشغولين، طب هناكل ايه؟ طب فطرنا ايه؟ طب هنتغدى ايه؟ طب هنتعشى ايه؟ طب وبعدين؟ طب في الاجازة هعمل ايه مع العيال لما يقولوا لي فسحنا؟ طب انا طب المشكلة الصحية اللي عندي دي اعمل فيها ايه؟ طب طب انا بقى لما اكبر بقى في المستقبل بقى لو شاب صغير بقى هتجوز مين؟ واشتغل ايه؟ واخلف مين؟ واسكن فين؟ واعمل مشروع ازاي؟ طب انا اعرفك للنهار للنهار للنهار. يا عم فوق، فكر في دنيتك، اللي امرك انك تسعى على رزقك ربنا واعتبره جهاد في سبيل الله، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، اللي بيسعى على رزقه ده مجاهد في سبيل الله، ولكن قد جعل الله لكل شيء قدرة. فوق، اعرف مين هو ربنا، اعرف من هو الله. واحد قاعد في الاوضه بتاعته واحد يحسبها كده، طب ياما هندفع ايجار الشقه منين؟ طب ولو دفعنا ايجار الشقه نعمل ايه؟ فاتوره الكهرباء غلت قوي. طب وبعدين؟ طب والغاز؟ طب والميه؟ طب هناكل منين؟ طب لو حد عيا هنوديه الدكتور منين؟ فجأة ابوه خرج من الاوضه، ايه؟ عيب تقول الكلمه دي وانا حي، عيب طول ما انا عايش انك تشيل هم الدنيا بالمنظر ده، طول ما انا حي. هي دي الله لا اله الا هو الحي الحي، انت شايل هم كل حاجه، وربنا بيقول لك انا ممكن اشيل عنك كل حاجه بس اجعل همك هو الله، يكفيك الله هم كل شيء. مش عارفين نكسب في معاملة ربنا سبحانه وتعالى، مش عارفين نعامل ربنا صح، مش عارفين نعامل ربنا المعاملة اللي ربنا يدينا بها كل شيء. سبحان الله العظيم، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لربنا اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك، انت يا رب ممكن تاخدني كده او كده، خدني للصح يا رب، خدني في الطريق اللي كله خير وبركة يا رب، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، اطمئنان بقى، اسالك بكل اسم هو لك، اسالك بكل اسم هو لك. الاسماء الحسنى دي مش بتاعت حد غيرك، ذلك بان الله هو الحق، هو اللي بحقه حقيقي يقدر. فربنا بيقول لك الوحيد الفعال في الكون هو الله، امال الباقي خيالات مئات سراب. هل يتعلق الغريق بالغريق؟ زي واحد غلبان ومسكين وبيشحت، راح لواحد غني قام مديله 1000 جنيه، فاللي تاني وصل متاخر فلقى التاني اللي هو بيشحت في ايده 1000 جنيه، فقعد يقول له ابوس ايدك اديني، ابوس ايدك، يا ابني ده هو زيك رايح بيشحت، روح للي اداله، مش تقف على باب المخلوق اللي زيك، اقف على باب اللي اداه، وهو ربنا وربكم. يعني ايه يا عم اللي اداكوا يدينا؟ النبي ربنا علم النبي يقولها لليهود، وهو ربنا وربكم، ربنا ربي زي ما هو رب الملياردير فلان، ربنا ربي زي ما هو رب الملك فلان وابن الملك فلان، ربنا ربي زي ما هو رب كل اللي خده، زي بالظبط كده ده ابويا زي ما هو ابو اخويا لما ادى لاخويا شركه واداله عربيه، ما يدينيش ليه؟ طب ما تروح بقى تقف على بابه، ما تروح تقرب منه بقى، ما تعرف مصلحتك مع مين. اي انسان هيجي يساعدك في مشكلة هيجي في لحظة ومش هيقدر، هيقع، الوحيد اللي يقدر معاك للنهاية هو ربنا سبحانه وتعالى.